بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين أجمعين. فإني أحمد الله عز وجل على هذه النعمة بأن شيخنا فضيلة الشيخ الوالد الدكتور الشيخ علي بن فهد أبابطين أحد هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والشيخ يدرس أيضا في المسجد النبوي، بأن يعطي من أوقاته كلمة أن يعطينا كلمة لمسجد الفرقان في كريكوود في لندن. فجزاء الله خيرا شيخنا الفاضل، ومتعه بالصحة والعافية، وجعله من المبشرين في الجنة، جنة الفردوس الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. Brothers and sisters, those that are listening, I want to take this great opportunity to thank Allah Azza wa Jal for enabling us to have this great opportunity with our noble Shaykh, our father, Shaykh Ali bin Fahd Ababutayn, who is a teacher, or one of the teachers in the Islamic University of Medina, Medina Munawwara, in the Islamic University of Medina, and one of the teachers in Masjid al-Nabawi, who is known here, for those that don't know him, then he is from the students of Shaykh Al-Uthaymeen Rahimahullah, and Shaykh Ibn Baz, and Shaykh Fawzan, and other great scholars. And his grandfather, who is Shaykh Abdullah Ababutayn Rahimahullah, who was the Mufti, and he was the judge of Najd in the early 70s, or the mid 70s, in the area of Najd, which is from the provinces of Riyadh and Unayza and these places. And this is where the Shaykh is from himself. So the Shaykh, walillah alhamd, he was born and raised into a family of knowledge, and then he sought knowledge from these great scholars. And many years ago, not too long ago, but some years ago, he came to Medina and he became a teacher in Masjid in the Jami' Islamiyah, Islamic University of Medina. And then eventually he was given a chair to teach in Masjid al-Nabawi and also Masjid Quba. So the Shaykh, with him being very busy, may Allah reward him for just even being able to accept the request from the Ikhwa of Cricklewood, our Masjid. So the Shaykh inshaAllah will begin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أسأل الله سبحانه وتعالى هذا اللقاء أن يجعله لقاء مباركا، وأن يحسن لنا القصد والعمل، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن يثبتنا على الحق، ويجنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، طلب مني أحد الإخوة الأفاضل من طلبة العلم في كلية الحديث الشريف في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية أن أدلي بدلوي في كلمة أشير فيها إلى فضل العلم ومنزلة العلماء والأدلة والنصوص التي تدل على ذلك، سواء كانت من كتاب الله عز وجل أو من سنة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. ولما كانت البضاعة مزجاة، وكان الوقت بالنسبة لي ضيقا لارتباطات عديدة، تأذرت في أول الأمر، غير أن المقام في نهاية الأمر استلزم بيان شيء
من هذه النصوص لطلبة العلم الذين ربما استفادوا واستمعوا إلى هذه الكلمة، وإن كان الدلو دلوا ضعيفا والجهد مقلا، إلا أن حسبي أني أشارك أهل العلم في بيان ما بيّنه الله سبحانه وتعالى من فضل تحصيل العلم والسعي في طلبه، والنصوص الدالة أيضا على منزلة العلماء، وهكذا أعرج أيضا على الأسباب التي تعين طالب العلم على حفظ هذا العلم. لا شك أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من أحاديث كثيرة نوه بفضل العلم ومنزلته في هذه الشريعة الإسلامية، وذلك في نصوص عديدة من سنته عليه الصلاة والسلام، منها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عند مسلم في الصحيح أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: يقال لقارئ القرآن اقرأ، فكلما قرأ رقى درجة، يعني في الجنة. وهكذا يدل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه عند مسلم أيضا في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب، يعني القرآن، أقواما ويضع به آخرين. وقصة هذا الحديث أن نافع بن عبد الحارث رحمه الله لقي عمر الفاروق ذات يوم مرة بعسان، وهي قرية قريبة من مكة، وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه قد استعمله على مكة في فترة من الفترات، فقال نافع لعمر: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: استعملت عليهم ابن أبزة. قال: ومن هو ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا، أي رقيقا من الأرقاء. قال: فاستخلفت عليهم مولى، يعني بذلك أنه تعجب من كون عمر رضي الله عنه استخلف على أهل تلك البلد مولا من الموالي، رقيقا من الأرقاء. فقال: فاستخلفت عليهم مولا يا عمر؟ قال: إنه قارئ بكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. ثم استشهد عمر رضي الله عنه وأرضاه بهذا الحديث، قال: إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فدلت هذه النصوص على فضل العلم، وأن الله يرفع به أهله إن كانوا قد أخذوا هذا العلم عن نية صالحة. وفي الوقت نفسه أيضا نجد أن الله سبحانه وتعالى أشاد بمنزلة العلماء الربانيين ونوه بذكرهم في نصوص عديدة، وبين فضلهم ومنزلتهم ورفعتهم على غيرهم، والنصوص في هذا كثيرة لا تحصى، منها قول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهكذا قوله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. هكذا قال الله جل وعلا، قال: ولو شئنا لرفعناه بها، يعني بهذه الآيات بهذا العلم. قال جل وعلا: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. المعنى أن هذا الخلود إلى الدنيا واتباع الهوى هو الذي حرمه من الرفعة بهذا العلم، وإلا فإن الأصل أن العلم يرفع أهله. الله قال: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وفي الآية قبلها قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
وهنا نجد أنه سبحانه وتعالى نص على أنه يرفع أهل العلم درجات وهكذا أهل الإيمان، فإذا اجتمع الإيمان الكامل مع العلم الصحيح الذي أخذ عن نصوص الكتاب والسنة مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى في تلقي هذا العلم وفي أخذه وفي الدعوة إليه، حصلت هذه الرفعة العظيمة وهذه الدرجات العالية في الدنيا والآخرة. فإن الرفعة في هذه الآيات ليست خاصة في الدنيا، إنما هي رفعة عامة تعم الدنيا والآخرة. ومن النصوص أيضا في بيان منزلة العلماء قول الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ووجه الاستدلال بها أن الله سبحانه أثبت فيها المغايرة في المنزلة والفضل بين من يعلم ومن يجهل، وهكذا يدل لذلك قوله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ووجه الاستدلال بها أيضا أن الله سبحانه حصر الخشية منه في العلماء الذين يعلمون هذه الآيات، حصرها في العلماء من عباده دون غيرهم. وهكذا يدل لذلك قوله سبحانه وتعالى عن آياته التي أنزلها على نبيه عليه الصلاة والسلام أنه قال جل وعلا: وما يعقلها، أي وما يفهمها وما يدركها إلا العالمون. ووجه الاستدلال بها أن الله سبحانه أثبت فهم هذه الآيات وإدراكها وإدراك مرادها للعالم من عباده، ونفى هذا عن سواه من العباد، نفى ذلك عمن سوى هذا العالم من العباد. ويدل أيضا لذلك قوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط إلى آخر الآية. ووجه الاستدلال بها أن الله جل وعلا قرن شهادة أولي العلم بشهادته وشهادة الملائكة. الله قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، المعنى أن الله أثبت له الوحدانية في الألوهية وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات، ثم أثبت شهادة الملائكة وشهادة أولي العلم بذلك. قال جل وعلا: والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهكذا يدل لذلك ما روي عنه عليه الصلاة والسلام عند ابن ماجة وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث صريح في بيان فضل العالم على العابد، فإذا كان كذلك فكيف بمن دون هذا العابد من الجاهل ونحوه. وقد أوجب الله جل وعلا العلم قبل القول والعمل في قوله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فهذه الآية صريحة في أن العلم يجب أن يكون قبل القول والعمل، فلا يصح القول ولا العمل إلا بهذا العلم. ولهذا نجد أن الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب العلم ترجم على هذه الآية وقال: باب العلم قبل القول والعمل، ثم قال لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فهنا نجد أن الله سبحانه وتعالى بدأ بالعلم قبل القول والعمل، ووجه ذلك أنه قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهذا هو العلم، ثم قال بعد ذلك: واستغفر لذنبك، وهذا هو العمل. فدلت هذه الآية على أن العلم يكون قبل القول والعمل. والمراد بالعلم في النصوص السالفة وغيرها هو العلم الشرعي، هو العلم الشرعي الذي يؤخذ عن نصوص الكتاب والسنة. أما العلم الكوني والطبيعي فإن هذه العلوم في الواقع عند أهل العلم
من باب فروض الكفايات، وهي تدخل تحت قوله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. والعلم تارة يكون واجبا وجوب عين، وتارة يكون واجبا على الكفاية، فيكون واجبا وجوب عين إذا كان مما لا يسع المسلم جهله، فهذا العلم يجب على المسلم تحصيله وجوب عين، وهو العلم بأصول الدين وأركان الإيمان وأركان الإسلام وتفاصيل ذلك، ذلك أن العقيدة والإيمان لا يصح إلا بمعرفة هذه الأصول، وذلك أن أركان الإسلام لا تصح إلا بمعرفة هذه الأصول العظيمة. وأما الواجب على الكفاية من العلم فهو القدر الزائد الذي يزيد عما لا يسع المسلم الجهل به، فهذا يسمى من فروض الكفايات، كالعلم مثلا بتفاصيل ودقائق أحكام البيوع، وتفاصيل ودقائق أحكام النكاح، وتفاصيل ودقائق الخلاف بين أهل العلم في مسائل كثيرة من مسائل الحلال والحرام إلى غير ذلك، فهذه تسمى من فروض الكفايات، إذا قام بها من يكفي من الناس سقط الإثم عن أحد المسلمين. ويشترط لتحصيل العلم الإخلاص لله جل وعلا في طلبه، بل إن الإخلاص كما هو معلوم شرط في كل عبادة، وهنا شرط لتحصيل العلم لعموم قوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فتحصيل العلم داخل في مسمى العبادة، والله سبحانه أثبت في هذه الآية أن العبادة إنما أمروا بالعبادة حال كونهم مخلصين لله عز وجل في هذه العبادة. وهو أيضا يعني شرط الإخلاص شرط لنشر هذا العلم والدعوة إليه، كما في قوله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ووجه الاستدلال بها أن الله سبحانه وتعالى أضاف السبيل إليه في هذه الآية، قال: ادعو إلى سبيل ربك، فدل ذلك على وجوب الإخلاص له سبحانه في نشر هذا العلم والدعوة إليه. وكذا يدل لذلك قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ووجه الاستدلال بها أنه سبحانه أضاف الدعوة إليه في قوله: أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ولم يقل أدعو إلى نفسي أو أدعو إلى مذهبي أو أدعو إلى فرقتي أو إلى حزبي، إنما قال أدعو إلى الله، فهذه هي السبيل التي سلكها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فهذه هي الطريق القويم التي قال الله فيها: قل هذه سبيلي. فهذا هو الذي كان عليه النبي الكريم وكان عليه صحابته الأبرار، وهي الدعوة إلى الله عن نية صالحة بالعلم والبصيرة والحكمة والموعظة الحسنة. فلا بد من الحكمة وهي العلم قبل الدعوة، ولا بد أيضا من الموعظة الحسنة التي يحصل من جرائها قبول هذا العلم. أما إن دعا إلى نفسه أو دعا إلى حزبه أو دعا إلى مذهبه أو نحو ذلك، فهذه دعوات لا يرجى فيها خير ولا يحصل بها المقصود، بل إن الفتن والعواقب الوخيمة هي عاقبة هذه الدعوات الضالة. فالدعوة إلى الله الصحيحة هي ما كانت دعوة إلى سبيل الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى الكتاب والسنة، وليست دعوة إلى حزب أو طائفة أو مذهب أو شخص بعينه أو نحو ذلك. وهناك أيها الأخ الكريم أصول عظيمة بينها العلماء في تحصيل العلم تجب العناية بها ويجب الاهتمام بها أشد اهتمام وأشد عناية، وأشار إليها كما ذكرت أهل العلم رحمهم الله في مؤلفاتهم التي ألفوها في طلب العلم، فإن كثيرا من أهل العلم ألف أجزاء طيبة قيمة في طلب العلم،
وفي شرف العلماء وفي فضل أهل العلم إلى غير ذلك. هو من أبرز هذه الأصول أخذ العلم عن مصادره الأصيلة وهي الكتاب والسنة، فمن لم يجد شيئا من هذه النصوص فإنه يأخذ العلم عن أقوال الضائفة التي من الله عليها بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة الأبرار، ذلك أنهم أخذوا هذا الكتاب عن نبيهم وشاهدوا التنزيل وشاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرشد الناس إلى هذه الشريعة العظيمة. فإن لم يجد شيئا من أقوال الصحابة فإنه يأخذ هذا العلم عن إجماع أهل العلم، فإن لم يجد إجماعا فإنه يلجأ حينئذ إلى باب القياس. فهذه تسمى مصادر التلقي عند أهل العلم، يأخذ العلم أولا عن الكتاب والسنة، ذلك أنهما الوحيان العظيمان اللذان تؤخذ منهما أحكام الشريعة، فإن عدم النص منهما فإنه يأخذ بأقوال الصحابة. فإذا قدر أن أقوال الصحابة وقع بينها تعارض فإنه يرجح بينها بقرائن الترجيح التي بينها العلماء رحمهم الله تعالى في كتبهم. فإن لم يجد نصا عن أحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام انتقل إلى حكاية الإجماع، فإن وجد إجماعا لأهل العلم أخذ به، وإلا لجأ إلى باب القياس وقاس هذه المسألة على أصل عظيم من أصول هذا الدين. فهذا هو الأصل الأول من الأصول التي يذكرها العلماء رحمهم الله في تحصيل العلم. الأصل الثاني فهم النصوص الشرعية وفق ما فهمه السلف الصالح من لدن الصحابة الأبرار رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا في ظني أعظم أصل بعد الأصل السالف من أصول أهل السنة والجماعة. فإن أهل السنة والجماعة يتلقون العلم عن أصوله السالفة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وإجماع العلماء والقياس، وهم في الوقت نفسه يفهمون هذه النصوص وفق ما فهمه السلف الصالح من لدن الصحابة الأبرار رضي الله عنهم وأرضاهم. وبهذا الأصل العظيم يفارق أهل السنة والجماعة الفرق المنحرفة الفرق الضالة، ذلك أن هذه الفرق تفسر نصوص القرآن أو نصوص السنة بآرائهم وبمعقولهم وبما يتأولونه من تأويلات في لغة العرب، فهم في الواقع لا يعتمدون على الأحاديث المروية عنه عليه الصلاة والسلام في فهم آيات الله، ولا على فهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يعتمدون على آرائهم وعلى ما تمليه عليه أهواؤهم وعلى ما يرون أن هذا هو المعقول وفق عقولهم وعلى ما يرونه من أقوال لأهل اللغة. فهذه آراء فاسدة، وإنما الصحيح في هذا أننا نفهم هذه النصوص وفق ما فهمه السلف الصالح من لدن الصحابة الأبرار رضي الله عنهم وأرضاهم. ويدخل في هذا الأصل العظيم الأخذ بنصوص الشريعة مجتمعة، ذلك أن بعضها يفسر بعضا، فلا يؤخذ شيء منها دون شيء، إنما يؤخذ بها مجتمعة. الأصل الثالث في هذا المقام هو تلقي العلم عن العلماء الربانيين الذين عرفوا بسلامة العقيدة وسلامة المنهج، فلا يؤخذ العلم عن رؤوس الفرق التي ضلت الطريق الصحيح في فهم النصوص الشرعية، ولا يؤخذ أيضا عن المتعالمين الذين تصدروا في القنوات وفي المواقع وفي الصحف وفي غيرها لأجل رئاسة أو جاه أو مال أو شهرة أو نحو ذلك من حظوظ النفس، ولا أيضا يأخذ عن أهل الأهواء الذين يقررون من العلم ما وافق أهواءهم، وإنما يتلقى هذا العلم عن العلماء الربانيين علماء السلف الذين عرف عنهم العلم الصحيح وعرف عنهم الصدق والنصح لله عز وجل. الأصل الرابع في هذا المقام هو البداءة من العلم بما كان طلبه فرض عين، ومن ذلك كما تقدم
علم أصول العقيدة وأركان الإسلام الخمسة وتفاصيل هذه الأركان، ذلك أن العبادة لا تصح إلا بمعرفة هذه الأصول، وذلك أن المسلم لا يسعه الجهل بهذه الأمور العظام. الأصل الخامس هو العناية بحفظ هذا العلم ومراجعته بين الفينة والأخرى لئلا ينسى. وفي هذا المعنى يقول بعض السلف رحمه الله: وجدت أعظم العلم منفعة ما وعيته بقلبي ومالكته بلساني. المعنى أنهم كانوا رحمهم الله يجتهدون في مراجعة هذا العلم بين الوقت والآخر وبين الحين والآخر لئلا ينسى أحدهم هذا العلم. وأيضا في هذا يقول بعضهم رحمه الله: ليس العلم ما حواه القمطر، ليس العلم ما حواه القمطر، إنما العلم ما حواه الصدر. المعنى أن العلم هو ما كان محفوظا في الصدر، في صدر الإنسان وفي قلبه وفي عقله، وليس العلم هو البحث في الكتب والنظر ثم يعلم الناس بعد ذلك. هذا في الواقع فرع عن العلم، وقد يحتاج إليه الإنسان في مسائل دقيقة. أما الأصل العظيم العلم الذي لا يسع المسلم جهله، فإن الواجب في حق المسلم أن يحفظه بصدره لأجل أن يكون حاضرا له في كل لحظة، وأيضا يجتهد في تعاهد هذا العلم لئلا يضيع منه. ويجتهد أيضا في هذا المقام أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، ولا سيما إن كان في الصغر، وهكذا يجتهد في تحفيظ كتاب الله أبناءه الصغار ما داموا صغارا، ثم ينتقل بعد ذلك إلى سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ذلك أنها هي الوحي الثاني كما في قوله جل وعلا: إن هو إلا وحي يوحى. ويجتهد في العناية بأحاديث الحلال والحرام قبل غيرها، يجتهد بالعناية بأحاديث الأحكام، أحاديث أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصوم وأحكام الحج وأحكام البيوع وأحكام النكاح إلى غير ذلك، قبل غيرها من الأحاديث التي في الفضائل وفي الآداب وفي الأخلاق وفي غيرها. فإذا عني بهذه الأحاديث ومع حفظ شيء من المتون المختصرة الجامعة من متون الفقه على مذهب إمام من أئمة المسلمين، فإن هذا في الواقع هو العلم الذي يرفع الله به صاحبه مع النية الصالحة. ولعلي قبل أن أختم هذا اللقاء أشير إلى أسباب عديدة ذكرها العلماء رحمهم الله تعين طالب العلم على الحفظ، وهي على كل أسباب كثيرة أجملها كثير من أهل العلم في مؤلفات لهم رحمهم الله، ولعلي أختصرها في سبعة أو أزيد من هذه الأسباب. فالسبب الأول هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذا أمر عظيم يجب أن يكون حاضرا في قلب المسلم عند الطلب وعند الحفظ وعند نشر العلم وعند كل عبادة، ذلك أنه شرط لصحة هذا العلم وشرط لصحة هذا العمل وشرط لقبول هذه الدعوة إن كانت داعيا إلى الله إلى غير ذلك. وقد روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، يعني على قدر إخلاصه لله عز وجل. وبرفض قال: إنما يعطى الناس على قدر نياتهم. وهذا أمر مجرب، فكلما عظم الإخلاص في القلب كلما سهل الله له سبحانه وتعالى أسباب الحفظ. السبب الثاني اجتناب المحرمات من الأقوال والأفعال التي تضعف هذا المحفوظ. وفي هذا المعنى ما يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: شكوت لي وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم إن علم الله نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. وأيضا يروى هذا الأثر عن غير الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وأيضا روي عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: يصلح للحفظ ترك المعاصي، أو كما قال رحمه الله تعالى. ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: إنما يحرم العبد الرزق بالذنب يصيبه. فإذا ارتكب المسلم ذنبا فإن هذا الذنب إذا لم يتم منه صاحبه فإنه يكون سببا لحرمان هذا الرزق. ولا شك أن الحفظ
من فضل الله على عبده ومن رزقه الذي من الله به عليه. السبب الثالث من الأسباب المعينة على الحفظ هو العمل بهذا العلم، كما قال شاعرهم: هتف العلم بعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ذلك أن ترك العمل بهذا العلم صفة مذمومة في الشرع، وهي من صفات اليهود الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة بالمغضوب عليهم في قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود، ذلك أنهم علموا ولم يعملوا بهذا العلم، كما فسر ذلك غير واحد من المفسرين رحمه الله تعالى. الشاهد أن العمل بما يتيسر العمل به من هذا العلم سبب يعين على فهم وعلى حفظ هذا العلم. ويروى في هذا المقام عن إبراهيم بن مجمع رحمه الله أنه كان يقول: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل. المعنى أنهم كانوا يعملون بما يستطيعون العمل به من هذه النصوص، فما كان واجبا فلا شك أن العمل به متحتم وواجب، وما كان منه مستحبا فإن المسلم يجتهد في العمل بهذه الأمور المستحبة بقدر وسعه وبقدر استطاعته. السبب الرابع أو الخامس في هذا المقام هو اختيار الوقت المناسب للحفظ، مثل أوقات السحر، أوقات آخر الليل، أو وداعة النهار، يعني عند طلوع الفجر بعد صلاة الفجر مثلا. وهكذا أيضا يحسن أن يكون مع خلو القلب من الشواغل والهموم والأكدار ونحو ذلك من الأمور التي ربما تشتت الذهن. وهكذا أيضا يحسن اختيار الوقت، كذلك يحسن اختيار المكان المناسب للحفظ، وهو الذي يكون بعيدا عما يشغل القلب وعما يلهيه. ومن الأسباب أيضا ربط المحفوظ بمكان أو زمان، وهذا أمر ربما خفي على كثير من طلبة العلم، وهو أن طالب العلم يجتهد في حفظ هذا المحفوظ وربطه بمكان أو زمان أو نحو ذلك، أو حادثة من الحوادث، لأن هذا يعين على استحضار هذه الفقرة أو هذه المادة التي حفظتها أو هذه المسألة التي حفظتها. وهذا أشار إليه كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى. والسبب السادس أو السابع في هذا هو ترك الحفظ إن أحس بملل أو سآمة، فإن المتعين عليه في هذا المقام أن يعطي نفسه قسطا من الراحة ومن السعة حتى ترد إليها نشاطها مرة أخرى، حتى يرجع إليها النشاط مرة أخرى. ذلك أن النفس يقع فيها ما يقع من ضعف الهمة ومن الفتور، فإذا رأى من نفسه شيئا من هذا فإن عليه أن يعطي هذه النفس شيئا من القسط للراحة والبعد عن هذا الحفظ ريثما يعود إليها شيء من هذا النشاط. وفي هذا المعنى يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا الموعظة مخافة السآمة علينا. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام لحنظلة، قال: ولكن ساعة وساعة. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو: إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا، إلى آخر الحديث. الشرط السابع أو الثامن أو نحوه هو تقليل القدر المحفوظ، يجتهد في أن يقلل قدر محفوظه لئلا يثقل الحفظ على الذاكرة في مستقبل محفوظه، ويكون ذلك سببا لنسيان هذا المحفوظ. وفي هذا المعنى يقول الله جل وعلا كما هو معلوم: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الله سبحانه: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. والله سبحانه وتعالى لم ينزل كتابه على نبيه عليه الصلاة والسلام دفعة واحدة، وإنما أنزل كتابه عليه على فترات وعلى أوقات طويلة امتدت إلى سنوات عديدة. والحكمة من ذلك هو تثبيت
به الفؤاد كما قال الله جل وعلا في هذه الآية، أي أنه يكون سببا في رسوخ هذا العلم في القلب وفي حفظه. فهذه الآية صريحة في هذا المقام، يعني مقام تقليل القدر المحفوظ، وأن لا يأتي العلم مرة واحدة، وإنما يحفظ شيئا فشيئا. والناس يختلفون، بعضهم يستطيع مثلا أن يحفظ مثلا مسألة واحدة في اليوم، وبعضهم يستطيع أن يحفظ مسألتين، وبعضهم ربما استطاع أن يحفظ فصلا كاملا. والناس في هذا يختلفون، فكل يراعي قدرته واستطاعته في هذا المقام. السبب الأخير في هذا وهو الذي نختم به اللقاء هو المداومة على مذاكرة هذا المحفوظ بين الفينة والأخرى وبين الوقت والآخر، لأن لا ينسى هذا المحفوظ، لأن المحفوظ إذا ترك نسي، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها، وفي لفظ قال له أشد تفصيا من الإبل في عقولها. فإذا كان هذا في كتاب الله عز وجل، فكيف بغيره من المسائل والأحكام التي يحفظها طالب العلم في هذا العلم؟ نسأل الله لنا جميعا التوفيق والسداد، وأن يحسن لنا القصد والعمل، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. ولعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. First and foremost, we just like to thank the Shaykh for taking out his time once again. As we've done in the beginning already, we've mentioned that the Shaykh has a very busy and tight schedule. So we thank the Shaykh. We thank the Shaykh, Jazallah Khair, Khair and Jaza, for taking out his time to give us this beautiful reminder on such an important topic, which is the importance of seeking knowledge and the status of the ulama and the means of preserving one's knowledge. So the Shaykh, may Allah reward him, he said, and we'll start with the translation, Nasta'inu Billah Azza wa Jal. The Shaykh, he said, after praising Allah Azza wa Jal and asking Allah Azza wa Jal to make this gathering a beneficial one and to make it sincerely for his sake, and to make our intentions sincerely for his sake and for Allah Azza wa Jal alone, and to make our splitting unerring, and to keep us firm upon the truth, and to keep us far away from fitna, i.e. trials and tribulations, from the apparent ones and the ones that are concealed, as Allah Azza wa Jal is capable of doing all things. Then the Shaykh, may Allah reward him, he mentioned, O my beloved brothers, a student from the Islamic University of Medina, in this city, this blessed city of Medina Munawwara, who is a student in the faculty of Hadith, requested me to contribute by giving a speech in pointing out the importance of knowledge and the status of the scholars, along with evidences from the Quran and Sunnah, in that which proves it. But although the things, and there were many things that were mixed, and there were so many things going on, and the timing that I had was very little, and it was very tight, I excused myself the first time round, which is last week, as the actual talk initially was supposed to be last week, Sunday. But the Shaykh was very busy, so he excused himself due to him being tied up with a lot of things. So may Allah reward him. And then the Shaykh went on to mention, except that eventually I would carry out this speech or this reminder in case those students of knowledge listening would benefit from it. Then the Shaykh said, out of his humbleness, as we all know the Shaykh here in Medina, how humble he is, may Allah elevate him in rank, he said, even though the contribution is weak,
and the hard work or the effort is little. But despite this, I would refer back to the scholars and the people of knowledge and strive in pointing out what Allah has mentioned about the scholars and that which comes in the Sunnah about the scholars and their status and their position in Islam, along with mentioning the means of one protecting this knowledge. And the Shaykh went on to say that there is no doubt that in the authentic ahadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, there are varieties and several ahadith that mention these topics. From them is the authentic hadith narrated by Abu Hurairah radiallahu anhu in Sahih Muslim, in which the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, which many of us are familiar with, hadith, with the hadith man salaka tariqan, until the end of hadith, where the Prophet sallallahu alaihi wasallam, upon the meaning, mentioned, whoever treads a path of knowledge seeking to gain beneficial knowledge, then Allah will make the path of paradise easy for him. And also the saying of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that it will be said to the reciter, i.e. of the Quran, read and rise up, i.e. in rank in paradise. Read and rise up, i.e. in rank in paradise. Yawm al-Qiyamah, it will be said to him, every time he reads, then his position will be elevated in paradise. Also the hadith of Umar ibn Khattab radiallahu anhu in Muslim, that verily Allah will elevate with this book, i.e. the Quran, people in status, and will put others. So the story behind this hadith is that Nafi' rahimahullah, may Allah have mercy on him, he met Umar ibn Khattab radiallahu anhu on a day in a place called Usfan, which is a village close to Mecca. This place is a village close to Mecca. So Nafi' met Umar ibn Khattab, and Umar ibn Khattab, he used Nafi' in Mecca. So Nafi' asked Umar ibn Khattab, who did you use for this valley? Because they were close to a valley. So he said, I used Ibn Abza. So Nafi' said, who is this person? And Umar replied, he said, he is a servant from our servants. So Nafi' was amazed and he was shocked as to how Umar ibn Khattab radiallahu anhu used this servant Ibn Abza to take over the people of the valley. And this was a servant. So of course, without a doubt, it came as a shock to Nafi'. So Nafi' said to Umar, asking him, have you used a servant to take over and to rule these people? So Umar ibn Khattab radiallahu anhu replied, and he said to Nafi' that this person, i.e. this slave Ibn Abza, is a reciter and one who has memorized the book of Allah Azza wa Jal, the Almighty, and he is well acquainted with the knowledge of inheritance. So Umar radiallahu anhu then derived, and he used this hadith as proof, and he said, and then he mentioned the hadith Umar ibn Khattab, and he said, verily Allah will elevate people with his book, i.e. the Quran, and he will put others, meaning he will not elevate them. So these proofs that the Shaykh, may Allah reward him, mentioned, prove the position of the people of knowledge. If this knowledge is learnt, without a doubt, with a good intention, and at the same time, we find and we see the proofs that Allah has mentioned regarding the learned scholars who practice what they know and preach it to others, in which Allah made it clear their position many times in the Quran, and the difference between them and others. And the proofs for this, in terms of the status of the ulama and how they are different to the rest of the creation, is plenty, it's uncountable. From them is the saying of Allah Azza wa Jal,
Allah will exalt in degree those of you who believe and those who have been granted knowledge. And Allah also mentions in another ayah, in another verse, and recite, O Muhammad, to them the story of him to whom we gave our proofs and revelations, but he threw them away. So shaitan, Satan, followed him up and he became of those who went astray. And also Allah mentions in the Quran in another verse, and had we willed, we would surely have elevated him. And then the Shaykh explained this ayah and he said, i.e. meaning the Quran, elevated him with the Quran. But he clung to the earth. The ayah goes on to mention, and it says in the ayah, we would surely have elevated him therewith, but he clung to the earth and followed his own vain desires. So the Shaykh explained these verses that we've just mentioned in English, and the Shaykh, he said, so the meaning of this verse is that due to them clinging onto the worldly affairs in this dunya and following their desires, they were not elevated. Because the foundation is that this knowledge elevates its people from the one that learns it and acts upon it. Then Allah will elevate him without a doubt. Then the Shaykh repeated the verse above that we mentioned in Surah Al-A'raf. Whoever learns the Quran, then he went to say, the Shaykh, he mentioned, whoever learns the Quran and learns knowledge and seeks beneficial knowledge, then Allah will elevate him. Likewise, the one with faith, i.e. Iman. So if faith is combined with knowledge, which is taken from the Quran and Sunnah, by learning this knowledge correctly according to the Sunnah and teaching it after implementing it, then he will reach this stage of elevation, this great elevation, this high elevation in this world and in the hereafter. These verses the Shaykh mentioned are not subjected to this world only, but rather this life and the hereafter. Also, from the proofs of the status of the scholars, then Allah Azza wa Jal mentions in the Quran, say, are those who know equal to those who know not? The place in which the Shaykh said that it shows you the difference between those who know and those who don't know is that where we can understand the position of the scholars is that Allah mentioned, are those who know, meaning the ignorant one, those that are learned and have knowledge, are those who know equal to those who know not, i.e. the ignorant ones. So when Allah Azza wa Jal used them two types of people, i.e. the ones that are ignorant and the ones that are knowledgeable, it shows us all that the status of knowledge is very, very high. And it is not the same. The position of knowledge is not the same as the position of an ignorant person. The one that has knowledge will never be the same as the one that does not have knowledge. And also the Shaykh, he mentioned another verse where Allah Azza wa Jalla says, verily those who fear Allah from his slaves are the scholars. Here Allah Azza wa Jalla subjected fear to the scholars without anyone else, meaning they are the only ones who fear Allah. إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. They are the ones. Allah Azza wa Jalla in this verse, he used the ulama as the ones whom solely fear Allah Azza wa Jalla. And also the Shaykh mentioned another verse in where Allah Azza wa Jal mentions, but none will understand them except those who have knowledge. Meaning none will understand at all. Here Allah Azza wa Jal subjected and singled out that those people who will understand his verses
They are the ones who have knowledge. And then Allah negated the understanding of his verses to anyone else other than the scholars. Meaning they, the scholars, are the only ones who will understand his verses. Also Allah Azza wa Jal mentions another proof where Allah says, Allah bears witness that none has the right to be worshipped alone but he alone. And the angels and those having knowledge also give this witness. Until the end of the verse. So here is the proof once again that Allah compared his testimony and the testimony of his angels to the testimony of the people of knowledge, i.e. the scholars. Also in this verse, Allah affirmed to himself that worship is only for him. And he is the sole creator and the only creator. In the beginning of this verse, then he went on to mention that his testimony, followed by the testimony of the angels and the people of knowledge, as he is the Almighty, the All-Wise. Also a hadith, an authentic hadith, which was narrated in Ibn Majah. As the Prophet ﷺ mentions, the virtue of a scholar to a worshipper is like a full moon. When a moon is full, compared to the rest of the stars. And verily the scholars are the inheritors of the prophets. And verily the prophets do not leave behind them as means of inheritance, dinar, nor do they leave dirham, a type of currency, meaning wealth, but rather the scholars inherit from the prophets knowledge, al-ilm. So whoever takes from this knowledge, then he has gained a great deal. Or as which comes in the meaning of the Prophet's statement. So this hadith is a clear proof of the virtue of a scholar over a worshipper. So what about someone less than that from an ignorant person? Allah has made knowledge an obligation before speech and action. As Allah mentions in the Quran, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. So know, O Muhammad, that none has the right to be worshipped but Allah, and ask for forgiveness. This verse is a clear proof that the knowledge comes before speech and action. So no speech is correct or action before knowledge. That is why we find that the scholar, the great scholar and Imam al-Bukhari, rahimahullah, may Allah have mercy on his soul, he made a chapter in his book, and it was titled, The Knowledge Precedes Speech and Action. Then he mentioned the above verse, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. So the proof is that Allah mentions, so know, فَعْلَمْ. This is knowledge, which proves that knowledge comes first, because Allah started with this, فَعْلَمْ, so know. Then Allah said, following this, He said, and asks for forgiveness. And this is action. So it is clear with this verse, we see that knowledge comes first, and it precedes any type of speech or action. Then the Shaykh, may Allah have mercy on him, and preserve him, may Allah preserve the Shaykh and have mercy on him. He mentioned that the meaning of knowledge in the previous proofs that the Shaykh gave and other proofs is the Islamic knowledge. The meaning of knowledge is Islamic knowledge, which is taken from the Quran and Sunnah. And as for general knowledge and that which a person would learn, then this is from the competencies, meaning things that one should learn in order that he needs to, it's not on the same level as the Islamic knowledge. Rather things that one learns from the uloom and other things that he needs to know in this dunya. And then the Shaykh, he used an ayah to prove this, in where Allah Azza wa Jal mentions, and make ready against them all you can of power, including steeds of war. So knowledge sometimes can be an obligation to everyone,
meaning there are types of knowledge in which every single Muslim needs to know and learn and understand. And sometimes there are types of knowledge we find in our religion where it is not an obligation upon every single Muslim. Rather, it is an obligation for some. So as for the first type, which is the knowledge which is an obligation to all Muslims, and it is a necessity for every single Muslim, each and every Muslim to know, then this type of knowledge is the one that a Muslim cannot live without, i.e. the foundations of the religion. One cannot be ignorant of his foundations of the religion of Islam. He needs to know the pillars of Islam, the pillars of faith, and other types of these affairs of the religion. One needs to know. So this type of knowledge is one that is an obligation upon every single Muslim. As for the second type, which is Fard Kifaya, which is from the obligations which is upon some Muslims, not every single Muslim needs to know, then this is something where if a person or a group of people learn, then it is sufficient. For example, a group of scholars learn these type of affairs of the religion. For example, the Shaykh gave example like detailed knowledge in buying and selling and the rulings of marriage. And other than them, the Shaykh said, he mentioned then, if some people or a person or a group of people learn this type of knowledge, then it becomes something which is liked. So it goes from the level of obligation to the level of like. It is liked for a person to learn it. It doesn't become an obligation anymore because some people have learned it. And the Shaykh, like I said just now, that the Shaykh gave examples. For example, learning detailed knowledge in buying and selling, the rulings of marriage, the ruling of inheritance. These are types of knowledge where it is not a must upon each and every Muslim. And if a group of people learn it, then the rest of the people will not be held accountable for not learning it. The Shaykh went on to say that it is a condition in seeking knowledge to have sincerity, as it is a condition in each and every action. Sincerity is a condition in each and every action. And then the Shaykh used the ayah as a proof where Allah says, and they were commanded not, but that they should worship Allah sincerely and worship none but Him alone. In Surah Al-Bayna. So in this verse, they were commanded to worship Allah sincerely in this worship alone. Also, the Shaykh, he mentioned the condition of sincerity is also a condition in calling to Allah Azza wa Jal, giving da'wah. As Allah mentions in the Quran, invite, O Muhammad, to the way of your Lord, i.e. Islam, with wisdom and fair preaching. So here Allah Azza wa Jal, the Almighty, he mentioned, invite to the way of your Lord in the way you call to Islam. Also Allah mentions, say, O Muhammad, this is my way. I invite unto Allah, to the oneness of Allah. So here Allah added, I invite unto Allah, but He didn't say, I invite you to my way, or my sect, or my partnership, or my group. So this is the way in which the prophets and the Prophet ﷺ was upon, and his companions, in calling to Allah. The way that the Prophet and his companions were upon is that they used to call to Allah with a sincere intention, with knowledge and great wisdom, along with good insight. So it is a must for the one to have knowledge before anything else, and then to have wisdom, to do stuff wisely and correctly. However, if one calls to the people and he gives da'wah to people so that they can follow him, or they can follow his sect, his hizb, or his thought, then this is a type of call, a type of da'wah, in which there is no hope of goodness in it, nor will it reach the goal, the ultimate goal, and the trials and tribulation, and the things that will befall and afflict, will afflict these types of calls, and these types of da'wahs.
But rather the call to Allah, the truthful call to Allah, is one that is done for Allah's sake alone, and not one done to call the people to a sect, or to a group, or to a specific person, or anything like this. The Shaykh says, also, my beloved brother, there are foundations in which the people of knowledge have mentioned in regards to the people of knowledge, and their status, and their position in Islam, in several books that have been authored, mentioning these topics, in which one should give high importance to. But the main foundation is that one takes his knowledge from the Quran and Sunnah, in the authentic texts. If a person doesn't, however, find, so then here the Shaykh, he mentioned the different types of sources that one should learn and seek knowledge. He said that the main source that one should refer back to in seeking knowledge is the Quran and Sunnah. But if a person doesn't find a specific type of ilm, knowledge, or an affair or matter in the text, then he should take from the statements of the great group who, and this group is which group? The group is the companions of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, as they witness the revelation, and they took from the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam directly from him. If he doesn't find from the statements of the companions, Ridwanullah Alayhi, radiallahu anhum, then he should take his knowledge from the, if he doesn't find from the statements of the companion, then he should take his knowledge from the consensus of the scholars. If he doesn't find it there, then he should take it from the qiyas. And this is called the sources of gaining knowledge. So he goes in order. The Shaykh mentioned he goes in order, starting from the main two sources, which is the Quran and Sunnah. And this is the main two sources of this religion, al-Islam, is the Quran and Sunnah. Then the next stage is the statements of the companions. Then after them is the consensus of the scholars. Then after that is the qiyas, in which he makes a comparison to the fundamental principles of the religion. The Shaykh said the second principle is understanding this religion in the way which the righteous, pious predecessors understood it. Salaf al-Salih, those that came before us. And it is the best, and they were the best, i.e. the companions, they were the best from the Salaf, which is the way of the people of Sunnah, i.e. the way of the people of Sunnah is that they take the understanding of this religion from the understanding of the companion, from the understandings of the companions, which is in contrary to the misguided groups, in which for them they don't take great importance in where they get their proofs from, and which text they take, and how they understand the verses and the ahadith. As for them, as long as it goes in line with their desires and their opinions, we should take the text as they come all together, and not be like the misguided sects where we take some and we leave some. Rather, we should take all of them, and we should know that the proofs and the texts explain each other and they do not contradict each other. Then the Shaykh mentioned that the third principle is to learn this knowledge from the learned scholars, al-ulama al-rabbaniyun, the learned scholars whom have been known, the scholars that have been known for their sound creed, and the scholars that are known to teach this religion and have beneficial knowledge, and that one shouldn't take their religion, one shouldn't learn from the heads of the misguided sects, or the ones who have appeared or may seem that they have learned and been educated, and they have just appeared out of nowhere and become famous from these social media platforms like the channels or the websites, or other than these types of platforms, one should not take knowledge from them, as these types of people
have done so, these types of people, those that seem as if they have some knowledge, in reality they don't, they have done so to get a position, to get a status in the community, or for a means of wealth. And one shouldn't take and learn his religion from the misguided sects or the people of desires, but rather one should take his knowledge from the learned scholars of the Salaf, who are known for their knowledge and their advices. Then the fourth principle in this matter is learning the obligated affairs of our religion, like the pillars of Islam, etc., in which every Muslim must know, as for the action isn't correct without these affairs. As for the fifth, it is taking great importance to preserving this knowledge and revising it so that it is not forgotten. That is why some of the Salaf used to say, I found the best path and the most beneficial way of this knowledge in terms of benefit is that which I had memorized and was able to utter. Which means that the Salaf used to revise this knowledge. As knowledge is not that which is written only and gathered, but rather that which is memorized. Meaning, knowledge is that which is memorized in the hearts and understood, not that which is just written down and authored and taught to the people just like that. As without a doubt, this is the way and the type of means for a person to refer back to. If something is detailed and he needs to refer back to the books, then it is without a doubt a means for a person. But it is not the foundation of knowledge, as the foundation of knowledge is that which is memorized and acted upon. Also, the Shaykh mentioned that one should strive to memorize the noble Quran, the Book of Allah, especially if one is young. And he should also strive in teaching his children to memorize the Quran. Then afterwards, moving on to the authentic ahadith, due to it being the second source of this deen. As it is a revelation revealed unto him, as Allah mentions in the Quran. He should strive in learning the principles of the religion, of the halal, from them of the halal and the haram, and from the different types of affairs of this religion, from the purification and other types of matters in the religion. He should learn and strive to learn and memorize the small mutun in which the great scholars have authored. Then by this, his knowledge will be preserved. Then the Shaykh, he went on and he said, before I end this gathering, I will point out something in which the scholars mentioned on how one can protect his memory and keep it strong and firm, and the means that will aid him in doing so. The Shaykh said that there are plenty of things that the scholars have mentioned in this specific matter. However, I will narrow it down to 7, or just a bit above. The first one the Shaykh said is sincerity. This is an important matter in a way a person can protect his memory and keep it firm and strong. As one should strive to have this, i.e. sincerity, in when he learns the religion, in learning the religion, and also acting upon that which he knows and teaching it to the people. As Abdullah ibn Abbas, he said, verily Allah will preserve a man according to his intentions. Meaning his intention, sincerity to Allah Azza wa Jal. And in another narration, he said, people will be given according to their intention. As the main thing is for one's heart to be sincere. As the more one is sincere, then the more Allah will make his path to knowledge easier. The second thing is staying away from sins in which will affect one's knowledge. As it was narrated from Imam al-Shafi'i rahimahullah, when he said, I complained to Waqi' about my weak memory, so he advised me to leave off sins. Then he said, the knowledge of Allah is light, and the light of Allah will not be given to a sinner. Also Imam Malik, rahimahullah, he mentioned
Memorizing is fixed for me, or it is made easy for me, and it's fixed for me by leaving of sins. Or as he mentioned, rahimahullah. Also, the statement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam supports this statement of Imam Malik. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam, upon the meaning, he said, "O kama qal, a slave's provision is affected by his sins that he embarks upon, as if one." The Shaykh said, as if one sins, then it affects his provision. As for the third, then the Shaykh said, acting upon the knowledge is a means of preserving one's knowledge. As the poet said, action comes after knowledge, as if one doesn't act, then the knowledge goes away. As not acting upon the knowledge, the Shaykh said, is something looked down upon in this religion. And it is the way of the Jews, as they are known, that they are the people who knew but didn't act upon that which they knew. And Allah mentions in the Quran, not the way of those who earned your anger, nor of those who went astray, i.e. the Jews. And the Christian in this verse in Surah Al-Fatiha. It was narrated by Ibrahim ibn Mujammi', who said, we used to seek help with hadith, with actions. So the Shaykh, he said, this statement means that they used to act upon that which they could from actions. They used to act upon that which they could from actions, from that which they learnt. As for the fourth or the fifth one, the Shaykh, he said, choosing a good time to memorize, like the last part of the night or after Fajr, with an open mind and a decent place, and not being busied with other things that will occupy the mind. As for the sixth, then the Shaykh said, also linking that which one has memorized, and this is a thing which a lot of students of knowledge fail to understand, as this should be done. So one links what he has memorized to a specific place or time, and a lot of the scholars have mentioned this. As for the seventh or the sixth one, is leaving off memorizing if it gets overwhelming and too much, or it gets boring. One shouldn't overburden his soul. So if he leaves it off for a while, until he has energy and enthusiasm, and he has energy and his energy comes back to him, then he should go back to it. And Abdullah bin Mas'ud mentioned that the Prophet ﷺ used to give us a powerful speech and reminder at the right time, so that we wouldn't get laxed. As which comes in the meaning of the statement of Abdullah bin Mas'ud. Another saying is that when the Prophet ﷺ said to a companion, hour after hour, time after time, and also Abdullah ibn Umar was advised that his soul, his body has a right over him, and his family has a right over him, until the end of the hadith. So the Shaykh here, he mentioned that one shouldn't overstuff, and one shouldn't do so much in terms of trying to memorize too much, when his mindset is not in the right mind, or it's not in the right stage or the right time for him to memorize. He shouldn't burden his soul in that which it can bear, but rather he should leave it off and then come back to it at a later stage. That way he would have some energy to do so in memorizing, and he would want to memorize. As for the seventh one, then it is organizing what he has memorized step by step, and doing it in intervals, memorizing in stages and in intervals, not all at once. And then the Shaykh used the verse in where Allah Azza wa Jalla mentions, and those who disbelieve say, why is not the Quran revealed to him all at once? Thus, so that we may strengthen your heart thereby. So the Shaykh said that in this verse, Allah revealed the Quran, as all of us are aware, in stages and not all at once, so that it may strengthen our hearts. So the Shaykh said that one should memorize in stages,
And he mentioned that people are different. Everyone is different. Not everyone has the same capability of memorizing. Some are able to memorize one page, some half a page. Some are able to memorize more than that. Everyone is different. So one should see and look towards himself and that which he is capable of memorizing. And he should go by that. And then the Shaykh, may Allah reward him, he said the last one, and we'll finish with this last point in this gathering, is that one should be persistent and continue with that which he has memorized and go over it so that he doesn't forget it. As the Prophet ﷺ said upon the meaning, the likeness of this Quran, i.e. the Quran, is like that of a hobbled camel, of a hobbled camel. If its owner ties its rope, he will keep it. But if he loosens its rope of this camel, it will go away. So the Shaykh said, if this is the matter of the Quran, and this, if this hadith, the Prophet ﷺ mentioned, this is how the Quran is like. He used this metaphor to describe how the Quran is like in terms of if one leaves it off, then how about other than that, which is lesser of the Quran? Like the ahadith and the mutun and the statements of the ulama and other types of knowledge. How about these other things? If this is the way of the Quran in terms of how easy it is for one to forget it, if he doesn't keep firm and isn't persistent in going over it. Then the Shaykh made dua for Allah to grant us all beneficial knowledge and other types of dua. May Allah reward him. I ask Allah the Almighty to reward our father, our scholar, Shaykh Ali ibn Fahd Ababutayn, for his time and efforts in giving us some of his time from his busy schedule to benefit us with a topic in which is of great importance to us all, especially in the time and this day and age that we live in today, where a lot of people have forgotten the religion of Islam and don't give it of high importance. And busy with himself with other things. So may Allah bless the Shaykh and his family, and grant us all, and him and all the Muslims, Jannat al-Firdaws al-A'la. May Allah accept it from us all. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.